In the ring, there is no respect. I will knock you out 4th September. السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم أحداث الشجار الذي حدث بين الأسطورة المغربي بدر هاري وخصمه البولندي أركاديوس روجيك اليوم خلال عملية الوزن، وذلك تحضيرا لنزال الغد. وكما سنعرض لكم التهديد الذي أرسله روجيك لبدر والذي أغضبه بشدة، فتابعوا معنا. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أقيمت اليوم المواجهة التالية لعملية الوزن بين أسطورة الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري وخصمه البولندي العنيد أركاديوس روجيك، وذلك تحضيرا للنزال المنتظر يوم الغد والذي يترقبه جميع جماهير البطل المغربي حول العالم. ولكن تلك المواجهة لم تمر بهدوء وسلام على الإطلاق، فبعد أن كان بدر في قمة التواضع والهدوء في المؤتمر الذي جمعه بخصمه البولندي، كشر البطل المغربي عن أنيابه اليوم خلال المواجهة. فبعد انتهاء المقاتلين من عملية الوزن وقف كل منهما وجها لوجه مع الآخر، وكانت مواجهة مليئة بالتوتر والتحدي. وقبل افتراق المقاتلين فاجأ بدر خصمه بدفعة قوية إلى صدره بكلتا يديه كادت توقع روجيك أرضا. وقد يكون السبب في ذلك هو التهديد الذي أرسله روجيك إلى بدر قبل عدة أيام، حيث نشر روجيك مقطعا يتوعد فيه بدر بأن يسقطه بالضربة القاضية في يوم النزال. وقد يكون ذلك هو الذي أغضب البطل المغربي وجعله يقوم بما فعله خلال المواجهة اليوم. Brother, there is respect between us, but in the ring there is no respect. I will knock you out 4th September. ومن الجدير بالذكر أن البطل المغربي قد عبر عن إعجابه بروجيك وقام بالإثناء عليه في مقابلته الأخيرة، ولكنه قال أيضا أنه هو أيضا في أفضل حال جسدي له الآن، وسيكون من شبه المستحيل أن يهزمه روجيك أو أي مقاتل غيره. I know he's very tough. Yeah, he kicks very easily. Punches very very good. I think he's a great talent. I think you know he fights against me, so this is the chance of his life. But yeah, I'm gonna be in the best shape of my life, so it's gonna be a hard fight for him. كما عبر بدر عن حبه الشديد لجماهيره واشتياقه لهم، ووعد بأن يعود ليفرحهم ويسيطر على الوزن الثقيل بأكمله قريبا. I miss my fans. You know, I miss them all. You know, these guys are like, yeah, it's really, I cannot tell you. You know, you go in this arena, it's electric. It's something else. But that's why I work hard, because you know, September 4th, I wanna show them. ومن الواضح أن بدر قد رفع لياقته وقوته الجسدية في الأشهر الأخيرة بشكل كبير جدا. فبعد أن قام بدر بتغيير مدربه والانتقال للتدريب مع سعيد البدوي، اكتسب كتلة عضلية مخيفة وازدادت ثقته بنفسه بشكل كبير جدا. ويبدو ذلك واضحا من خلال المقاطع التي ينشرها لنفسه عن تدريباته. وأما المقاتل البولندي فيبدو بأفضل حال له على الإطلاق، وهو خصم لا يستهان به أبدا، فلديه سجل قتالي ب13 انتصارا معظمها بالضربة القاضية، ويتميز بقوة ركلاته ولياقته البدنية العالية. وقد نشر روجيك عدة مقاطع تظهر تدريباته وتجهيزاته لنزال الغد. Everything depends on you, so you have to be prepared for it. I don't feel nothing in the ring. You know, it's too much adrenaline. I'm focused only on my opponent. I don't think too much. I knew that very friendly, you know, he's our friend, not only coach. And as coach, he know everything about this sport. He see everything. ومن الجدير بالذكر أن بدر قد قام بنشر المقطع الذي يظهر فيه وهو يدفع روجيك، وكتب تحته قائلا: فليذهب التواضع إلى الجحيم.
فالآن قد حان وقت المعركة، وليس هنالك مجال للتعاطف أو التلكؤ، ولا بديل لبدر عن الفوز المؤزر. ونذكركم بأن توقيت النزال سيكون في يوم الغد حوالي الساعة 5 في توقيت مكة المكرمة، وسنقوم إن شاء الله بنشر مقطع مفصل عن هذا النزال بعد انتهائه. ونحن بدورنا نتمنى كل التوفيق للبطل المغربي، وكلنا ثقة بأنه سيعود لينتقم من أديكبوي ويحطم رأس ريكو فيرهوفن ويسيطر على الوزن الثقيل من جديد. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع.